ايه في حياتك وحش عشان يحصل معاك كل ده؟ حكايتك ايه بالظبط؟ ربنا يحرق قلبك زي ما حرقت قلبي. ده ما فهموني. عارف الضابط اللي كان هيقبض عليك النهارده هتعترف له وتقول له ان انت اللي قتلته؟ ضابط واتقتل عادي يعني؟ لا مش عادي. انا ما قتلتش حد. انت لو مكاني تصدق الكلام ده؟ مليون جنيه كاش. لمس كتاف في هذه الاوقات على قناة دراما.